فقدت الكرة الألمانية إحدى أبرز أساطيرها على مر العصور بوفاة فرانز بيكنباور أمس الاثنين عن عمر يناهز 78 عاماً، ويملك بيكنباور العديد من الألقاب التاريخية، ولكن أكثر ما يميز مسيرته هو تواجده في قوائم خاصة من خلال البطولات التي حصدها سواء كلاعب أو كمدرب. قاد ألمانيا كمدرب للفوز بكأس العالم عام 1990، نجح بيكنباور في قيادة بايرن ميونخ للتتويج بلقب الدوري الألماني عام 1994، وقاد العملاق البافاري للقبه الوحيد في كأس الاتحاد الأوروبي عام 1996.